خلونا نشوف أكتر تفاصيل عن أهميتها في هذا السباق الانتخابي. مين من المرشحين حظوظه أوفر في أنه يسيطر على أكبر عدد من هذه الولايات؟ بينضم إلينا من واشنطن عبر الهاتف دكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي. أهلا بحضرتك دكتور عاطف، يعني بقالنا كتير الحقيقة ما تقابلناش على الهاتف، لكن طبعا الانتخابات الأمريكية فرصة كويسة جدا نسمع من حضرتك تحليلك فيما يتعلق ب يعني الولايات المتأرجحة. توقعات حضرتك إيه دكتور عبد الجواد، يعني بايدن ولا ترامب مرشح أكتر إنه يعني ينجح في أكبر عدد من هذه الولايات؟ طبعا الوضع كما هو قائم اليوم لصالح الديمقراطي جو بايدن، ولكن يجب ان نحذر من امرين. الامر الاول هو ان اي ارقام في حدود 4% 3% 4% هذه الارقام تدخل في نطاق ما نسميه هامش الخطا، بمعنى ان الارقام قد تتغير، قد تصعد قد تهبط في صالح احد المرشحين او الاخر، لانها في نطاق هامش الخطا. الامر الثاني الذي يجب ان نحذره هو انه في انتخابات المره السابقه في العام 2016 كانت كل استطلاعات الراي وكل الارقام لصالح الديمقراطيه هيلاري كلينتون، ثم فوجئنا ليله الانتخابات بانها خسرت الكليه الانتخابيه او ما تسمونه انتم المجمع الانتخابي، وفاز دونالد ترامب. طبعا فعلينا ان نحذر جدا يعني من الارقام الخاصه باستطلاعات الراي. نعم، لا نعول كثيرا على استطلاعات هذه الاستطلاعات، لانه الرئيس الامريكي لا ينتخب بالاصوات الشعبيه. هيلاري كلينتون في الواقع فازت باغلبيه الاصوات الشعبيه اعلى من ترامب بنسبه 2% حوالي 3 مليون صوت انتخابي، ولكنها لم تفز بالانتخابات الرئاسية لأن ترامب أمن 3 ولايات تصوت تقريبيا للديمقراطيين، انتزعها من أيدي الديمقراطيين، وبذلك حصل على الرقم السحري في المجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية، وهو الرقم 270. طيب دكتور عاطف، في الولايات المتأرجحة معنى كده انه الولايه ملهاش ميل سياسي واضح، بتتغير يعني بتغير الانتخابات. في هذا السباق الانتخابي 2020 اللي بنتكلم عنه، لو يعني الولايه غيرت من جمهوري لديمقراطي، يعني في 2016 مثلا اختارت دونالد ترامب، لو اختارت في 2020 جو بايدن، هل لسوء اداء دونالد ترامب ولا اقتناعا بانه جو بايدن يشكل مرشح افضل وفرصه افضل؟ معظم الناخبين الذين أدلوا أصواتهم حتى الآن، كما تعلمين هناك حوالي أو أكثر من 73 مليون أمريكي صوتوا بالفعل فيما نسميه التصويت المبكر، ومعظم هؤلاء صوتوا لصالح جو بايدن. ولكن بالنسبة للولايات المتأرجحة، أعتقد أن أهم الولايات المتأرجحة هي ولاية فلوريدا الجنوبية التي يتواجد فيها الآن في هذه اللحظة بالذات كلا المرشحين، ترامب هناك وبايدن هناك أيضا. لماذا فلوريدا مهمة؟ هذه ولاية متأرجحة لم تصوت لأي حزب أو مرشح معين جمهوري أو ديمقراطي منذ العام 1996، والفارق ضئيل جدا بين المرشحين الاثنين، يعني بايدن يتقدم بفارق 1.5%، وكما قلنا هذه النسبة تقع ضمن نطاق هامش الخطأ. ولكنها الفوز بهذه الولاية مهم أكثر لترامب من بايدن، لأنه بدون الفوز في فلوريدا لن يفوز الرئيس ترامب على الإطلاق ب270 صوتا، وهو في حاجة إليها، حاجة إلى فلوريدا المتأرجحة هذه، لأنه يحتاج أن يعوض الخسارة التي من المرجح أن تلحق به بسبب خسارته الولايات الثلاث في ولايات أخرى التي انتزعها من
التي انتزعها من أيدي الديمقراطيين في 2016. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.